نجاح كبير حققه ميني ألبوم شبه الجسد للفنان اللبناني عامر زيان، واللي أنتجته شركة روتانا للصوتيات ومرئيات. الألبوم حقق رقم قياسي جديد للفنان اللبناني، واللي تعاون فيه مع أسماء كبيرة في مجال الكلمة واللحن والتوزيع. عامر صور أغنيته فيديو كليب في أجواء صيفية على البحر مع المخرج زاد خوري. وزميلنا في لبنان رغب حلاوي كان موجود في كواليس تصوير الأغنية، وفي البداية قابل مخرج الكليب زاد خوري. أجواء شوب كتير ومتعب كتير صراحة، لأنه متأس كتير شوب. اللي عم نعمله بالكليب عم نجرب نغير شوي القصص اللي عملها عامر قبل بالكليبات، اللي هن إذا بدك عامر الشخصية الكبير الأكبر شوي من عمره. اللي عم نعمله هلأ أنه قرب عامر على عمره، ضحكة على طول على وجهه، فرحة على طول على وجهه، نغير تقريبا كل شيء نعمل قبل. وهذا كان اتفاق أنا وعامر أنه إذا بدنا نعمل شيء بدنا نجرب نقربك أكثر من العالم بتحبك، لأنه اللي بحبوه لعامر مش معودين على ضحكته، مش معودين على إحساسه، على عمره الحلو، على عمره اللذيذ يطلع فيه. التركيز هذا هو اليوم على الغنية طبعا، على إحساس الغنية وعلى إحساس عامر قد ايه فينا نوصله بطريقة لذيذة وسلسلة العالم. كمان كشف لنا المخرج زاد خوري عن فكرة الكليب اللي اعتبرها جديدة على المطرب اللبناني عامر زيان، وبيقدمه للجمهور بشكل جديد. الفكرة ما فيك تهرب منها، لأنه الغنية اخذتك لمحل، عندك شو هالجسد وبنت كتير حلوة وبنت كتير بتجنن على الكاميرا، فرحين من هالمنطلق وشغلين على بنت حلوة، بنت بتجنن على الكاميرا وعندها أساس حلو بكل شيء. هذا اللي خلينا ناخد الكليب بهالاتجاه، أنه هالبنت عم تقطع بمحل معين والعالم كله عم تسحرهم، لأنه غنية بالأخير بتقول بتاخدك لهونيك غنية أنه تسحر العالم حواليها. عامر بمحل معين بيكون قاطع بيشوفها بينسحر منها، وبصير في شيء هو وياها، بصير في قصة، بصير في أكثر من سين مع بعضهم. زميلنا رغب حلاوي في لبنان سأل المخرج زاد خوري عن رأيه في أداء المطرب عامر زيان قدام الكاميرا وهو بيصور الكليب. عامر من الناس اللي على الكاميرا اللي الكاميرا بتعشقهم، يعني ما فيك تاخد عامر بولا كادر ما تحبه، كل كادر لعامر بتحبه. بروفيل حلو، فاس حلو، طبعا في احساس، في طريقه اللانس كيف تصوره، كل واحد عنده طريقه كيف يصور الشخص، في تكنيك معين طلع منه الاحلى والاحلى. اللانس اي ومحل اللانس، اي ضوء تحط على وجهه، شو الباك جراوند تبعه، هاي كومبينيشن كلها قد ايه عنده عامر قصص حلوه على الكاميرا بتزيدها. الحمد لله احنا عندنا هالشغله كثير قويه، قدر نفهم الفنان شو بيلبق له، اي لانس، اي نوع لانس، اي نوع ضوء. وعامر ما قلت لك شو ما تحط له على الكاميرا، الكاميرا بتحبه. المخرج زاد خوري كان ليه تعاون كمان مع السوبر ستار رغب علامه، واللي صور له فيديو كليب بشفتك اتلخبط، واللي صوره في رومانيا. رغب يعني اول شيء بدي اشكره على ثقته هو وخضر مدير اعماله، بشكرهم على ثقتهم فيي. تعبنا كثير بالكليب صراحه، تحضير شهرين اخذ معنا، صورنا من قلبنا، اشتغلنا من قلبنا، ان كان اكيب لبناني وان كان اكيب روماني. وراغب كان كثير متعاون معي بشكل لا يوصف، يعني انه كان مقتنع كثير بالفكره ورايح طالع على رومانيا وعاشق اللي عم يعمله. طبعا راغب حالي يعني حالي ما بيجي مثله ابدا بالفن يعني، فمشان هيك طلع الكليب مميز منه، وطلع الكليب عنده هانك حلو. الحمد لله الفيدباك كثير قوي، ما صراحه متوقعين كنا هالفيدباك حلو، لانه تعبنا يعني، تعبنا على شيء كثير حلو واعطيناه من قلبنا، خدنا الحمد لله اللي لازم ناخده من الكليب يعني. اما اغنيه شو هالجسد لعامر زيان فهي من كلمات حياه اسير، ومن الحان فضل سليمان، ومن توزيع روجي خوري. قابلنا كمان عامر زيان خلال تصوير كليب الاغنيه، وكلمنا عن اجواء التصوير والكليب والجديد اللي بيقدمه للجمهور. عم نصور بشمال لبنان مثل ما بتشوفوا، منطقه شكه، عم نصور أغنية شو هالجسد، وكتر خير الله يعني إن شاء الله حيكون كليب حلو، الأجواء حلوة، فريق العمل كله مبسوط بالشي اللي عم نصوره، إن شاء الله يا رب ينال إعجاب كل المشاهدين بإذن الله. وفي آخر لقاءاتنا في كواليس تصوير كليب شو هالجسد، سألنا المطرب عامر زيان عن أخباره الفنية الجديدة واللي هيعملها في الفترة اللي جاية. عندي هلأ تعاون مع الملحن والموزع الفنان الكبير بلال زين، مع مروان خوري كمان عمل جديد، وعم نخلص لأطرح ألبومي قريبا إن شاء الله بالسوق.